وزارة التجارة دارت ترقية الصادرات، دارت تعليمات بالحرية في إجراء التخفيضات على مختلف الألبسة المعروضة للبيع دون حصول على الرخصة، وسجلنا أكثر من 90 محل تجاري قاموا بإضفاء هذه التخفيضات على مختلف الألبسة، واستحسنها المواطن وتم متابعتها من خلال أعوان الرقابة، تم تجسيدها على أرض الواقع. بخير ما شاء الله، كما رانا نشوفوا كاينين حوايج، السلعة الكاليتي كاين، كلش متوفر، كلش أسعار معقولة. نجيو هنا بالنوفل فيل مليحة، نلقاو غرضنا بزاف. نجيو على طول العام يعني، صراحة على طول العام نجيو في البريود تاع الصيف، البريود تاع الشتاء، نمشيو نسلعوا من هنا، ربي يبارك السلعة يعني ما شاء الله.